التصويت ايضا على تشكيل لجنه اعلاميه محليه سالمه. الحمد لله. اذا نحكي على القرع بغض النظر عن الفرق اللي كانت بالمجموعه الاولى او بالمجموعه الثانيه، هو كرنفال رياضي يجمع الاشقاء ورساله محبه وسلام ووئام لكل العالم، انه الاشقاء الخليجيين الان شفتم اليوم حاضرين الى البصره، وهذه رساله ايجابيه انه البصره قادره لاستضافه البطوله، والبصره قادره للترحيب بكل اشقائنا في أي محفل ممكن أن يدعي إلى المحبة والوئام. بطولة الخليج هي بطولة محبة وسلام لكل العالم تنطلق من أرض البصرة. الافتتاح مع من أحمد الحسن؟ شفت القرعة بالتأكيد راح يكون الافتتاح بين العراق وعمان. إن شاء الله. شكرا جزيلا. البطولة يشارك فيها جميع النجوم لإثراء البطولة، سؤال مهم بالنسبة لي أنا. أتمنى للفريق العراقي أنه يكون حظ أوفر في بطولته. الآن تقام بطولة على عرضه، جماهيره راح الساندة، أتمنى يكون يظهر بصورة مشرفة إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لسداد المنتخبات الأخرى، بالنسبة إلى خليجي 25، ولكم زيارات كثيرة إلى البصرة ومتكررة. بالنسبة للمنتخبات الخليجية أعتقد راح تعني لها شيء الكبير هذه البطولة. الكل جماهيرنا الخليجية بصفة عامة إن متعطشة أن إقامة البطولة في البصرة، رسالة تأكيد أن الجمهورية العراقية جاهزة لأي محفل رياضي بإذن الله تعالى. ذكرت من خلال المؤتمر أنه الطاقم التحكيمي راح يكون يطعم بحكام دوليين آسيويين بالتأكيد. هذه لائحة المسابقات اتحاد كرة القدم، يجب أن تكون حكامنا من كل طاقم من كل دولة خليجية، بيكون حكم طبعا من النخبة، حكم A زائد تقنية، أن يكون كذلك حاصل على شهادات مميزة في تقنية الفيديو. القرعة الآن خلصت وكانت قرعة جميلة ومبسطة عن شخصية سندباد. طبعا أكيد المجموعات جيدة، تكهن بطولة الخليج صعب جدا، لأن أي فريق ممكن يحصل على البطولة إذا كان جاهز للبطولة. أيضا نتمنى الموفقية والنجاح للسعودية، منتخب السعودية ومنتخب قطر لكأس العالم 22 بالدوحة، وإن شاء الله نكون بالموعد إحنا جماهيرنا نظهر هذه البطولة بحلة جميلة، وخاصة أنا واحد من الناس متأكد إنه بالبصرة راح يكون لها جماهيرية كبيرة هذه البطولة وراح يستمتعون بها الكل. جاهزية المنتخب العراقي؟ إن شاء الله تكون جاهزين 100% بهذه البطولة. شكرا لك. الحمد لله رب العالمين، القرعة خرجت بشكل مميز جدا وبطريقة رائعة جدا، وشاهدنا من خلالها أيضا رضا كبير على إجراء القرعة، والمجموعات اللي كانت موجودة مجموعة متزنة، سواء كانت المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. وبالنسبة لي صعب جدا التكهن بالفرق المتأهلة إلى الدور القادم، لكن أقول دائما العراق يمتلك أفضلية الحضور الجماهيري وأنه يلعب على أرضه. الكرة في ملعبك، التعليق وما شابه، من راح يكون معلق إلى هذه البطولة؟ حضرتك كله بعد يعني بولد في تنافس. والله ما نعرف إحنا الحقوق وين رايحة، لكن نتمنى إن شاء الله إني أكون موجود في البطولة. إن شاء الله منورة دائما. حبيبي الله يسلمك. نتمنى إنه هذه البطولة تنجح في العراق وتحديدا بالبصرة، وذلك للجهود اللي بذلوها الإخوان، يعني خاصة السيد المحافظ سعد العيداني، وزارة الشباب والرياضة، واتحاد كرة القدم، والحكومة ككل بإنجاح هذه البطولة. اليوم نشوف التنظيم الراقي، التنظيم على أعلى مستوى، الشخصيات اللي حضرت إلى هذه القرعة وبداية البطولة الخليجي 25، إن شاء الله ستنطلق بالبصرة. أكيد هذا شيء يسعدنا ويفرحنا أنه اليوم العراق قادر على تنظيم هذه البطولة وإن شاء الله إنجاحها، ويعني استكمال جميع اللوازم. واليوم نشوف الملاعب والمنشآت كلها ما شاء الله يعني كلها جاهزة في باستضافة هذه البطولة، وإن شاء الله نتمناها بطولة ناجحة تعيد العراق لتنظيم البطولات كخليج وكأس آسيا وكل البطولات اللي نقدر ننظمها من خلال مساعدة الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي. نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات. أعتقد مجموعة متوازنة سواء المجموعة الأولى أو الثانية. مع منتخب شاب طموح اللي هو المنتخب اليمني، بدأت المجموعة الأولى. خبر حصري أو أساسا هل هناك إن شاء الله يكون؟ أنا سألتك من خلال المؤتمر أنه دائما الإعلام يعني متواجد في كل محفل، لكن ما يحظى بنقول التنظيم الكافي إذا صح الكلام من أجل المقابلات واللقاءات الحصرية، فهذه شو راح تكون وجهتها في دورة 25؟ لا، هي طبعا أكو حقوق لهذه التفاصيل،
وكل وسيلة إعلامية راح تحصل على الحقوق من خلال القنوات الرسمية اللي هي الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد العراقي واللجنة المنظمة سواء كانت على المستوى الخليجي أو المستوى المحلي. كل هذه التفاصيل والشركة الراعية وصاحبة الحقوق كلها راح يكون هناك تنسيق عالي خلال الأيام القادمة، واللي راح نعرف من خلالها كيفية انسيابية العمل ما بين اللجنة وبين وسائل الإعلام كافة. الآن تم إجراء القرعة، فانطباعك أولا على البصرة واستضافتها للبطولة ثم إلى القرعة؟ من خلال فعاليات قرعة خليجي 25 يظهر جليا بأن البصرة وبأن الاتحاد العراقي لكرة القدم استعد جيدا، وهناك استعدادات كفيلة بإنجاح هذه البطولة إعدادا وتنظيميا وأيضا جماهيريا، وأخص بالذكر جماهيريا لأن بطولات الخليج إذا ما حظيت بمتابعة جماهيرية فستكون ناجحة، وهذا الذي سنراهن عليه في ظل تنافس قوي بين منتخبات الخليج والمنتخبات الحاضرة لهذه البطولة وأيضا مؤازرة جماهير هذه المنتخبات. وكل ما نتمناه للبصرة وللعراق والإخواننا في الاتحاد العراقي النجاح والتميز في هذه البطولة. نعم، رأيك بالمجموعات والتنافس إن شاء الله يكون ما بين المنتخبات؟ أعتقد أن المجموعة الأولى هي المجموعة الحديدية والمجموعة الأقوى التي يلتقي فيها ثلاثة منتخبات من أقوى المنتخبات، المنتخب العراقي صاحب الأرض والجمهور، المنتخب السعودي وأيضا المنتخب العماني إلى جانب المنتخب اليمني. ووضعنا من خلال القرعة ونتيجة القرعة في مجموعة صعبة، لكن سنحاول أن نقدم المستوى المشرف. المجموعة الثانية قد تكون أقل صعوبة من المجموعة الأولى، وقد يكون فيها المنتخب القطري صاحب كلمة يمكن أقوى تكون رياضيا أو تنافسيا على مستوى كرة القدم في الملاعب. يعني يوم أنت تعتبر البصرة اعتبرها عاصمة الرياضة العراقية بوجود الملاعب هاي العملاقة، اليوم البصرة تمتلك أحسن ثلاث ملاعب بالوطن العربي أو بالعراق، وهو المدينة الرياضية والفيحاء وملعب الميناء. من يكمل ملعب الميناء أنت تشوف عند ملاعب هاي الجيدة، والبصرة تستاهل والتنظيم الجيد والناس هاي، الحضور الجماهيري والحضور الإعلامي والحضور المسؤولين، والبصرة تستاهل أن تكون تنظم أحسن البطولة. ما نقدر ننظم بطولة إلا بالبصرة، لأن جماهير البصرة أنا أعتبرها الجمهور العاشق للمنتخب العراقي.